السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نموذج لتوليد الفيديو لسه نازل من 3 ايام. ده الكيرف بتاعه مكنش حد يسمع عنه خالص او لسه موجود، لكن اول ما نزل بدأ ناس كتيرة تحمله. الكيرف ده مش لسه نازل، لكن لسه اليوم مخلصش. طب كوك فيديو بتقدر تديله برومت يعمل لك هو الفيديو، يعني مجرد توصف له انت عايز ايه بالظبط يعمل لك الفيديو. هو نازل دلوقتي 6 ثواني، يعني بص تخيل واحد قاعد على الشط وبيرسم، فعملها لنا حاجة احترافية، فهو حاجة جميلة جدا. تقدر ان انت تسطبه عندك على الكمبيوتر بتاعك وتشتغل عليه عادي.